لي سيمتوم ريسبيراتوار سي نوتر سبيسياليتي. هم مجموعة من الطاقم الطبي بمستشفى سعد قرمش بولاية سكيكدا يجتمعون بصفة يومية لتقييم الوضعية الصحية لمرضى كوفيد 19 وطرح انشغالاتهم أثناء المناوبة الليلية. هنا في الأول نقوم بطرح المشاكل اللي تلقيناها في المناوبة الليلية، من بعد نبدأ نطرقوا ونبدأ نطرحوا انشغالات المرضى، خاصة المرضى اللي كان تم استقبالهم في الليل ولا في النهار، ونديروا زادة ليفوليسيون تاعهم. انضباط المواطنين وتقيدهم بالإجراءات الوقائية سيساهم في القضاء على الوباء، هو ما أكده الأطباء، خاصة بعد الترخيص بفتح بعض المحلات التجارية. نطلبوا من المواطنين ما يقولوش باللي خلاص هاي وربحنا المعركة و سي كومبور دون مانيير عشوائية. نطلبوا منهم مالغري كو حلوا لهم كلكو كوميرس سي فري يفو كو لا في كونتينيو، ياخذوا توجور الحيطه ويحطوا اللي يخرج يحط بافيت، يحاول ريسبكتي لي ميثود بارير تاع متر ونص على كل واحد، وغسل اليدين وكي يسعل في المرفق ويلتزم يعني بشروط الوقائيه. مجابهة فيروس كورونا وحسب المختصين يتطلب وعي المواطن والتحلي بروح المسؤولية لتفادي تسجيل المزيد من الحالات خلال الشهر الفضيل.